ننتقل الآن إلى جامعة البوليدة واحد ضمن عرض جديد للتكوين في شعبة العلوم البيئية، أين سيستفيد الطلبة في مجال إدارة النفايات من تكوين يسمح لهم بإدماج المباشر في عالم الشغل. تفاصيل أكثر مع سهام جبارة. هو درس افتتاحي خاص بتكوين استحدثته جامعة البوليدة واحد، تكوين نوعي حول التسيير المستدام للنفايات. المشروع هذا جاء بالتنسيق مع جامعة غوستوك الألمانية. لأول مرة عندنا ماستر وين يكون فيه 50% من الوقت في الجامعة، ولكن 50 وقت في المؤسسات، ولكن ليست هي زيارة المؤسسات، ولكن العمل في الميدان للتكوين، لأخذ الخبرة في الميدان. جامعة روستوك متفائلة للتعامل مع جامعة البوليدة من أجل هذا التكوين بمساهمة خبرائنا، خاصة وأن هذا التخصص يفرض نفسه في هذه السنوات. وجامعة روستوك تمول هذا الماستر من أجل تكوين خبراء في هذا الاقتصاد الجديد. خصوصية هذا الماستر هي التربصات والدورات التكوينية الميدانية والمكثفة، وهذا بدءا من السداس الأول. وتحدي الجامعة اليوم هو إنتاج كوادر أكفاء وإدماجهم مباشرة بعد تخرجهم في المؤسسات المرافقة. الإضافة لهذو الطلبة يحين يتربصوا عندنا مدة طويلة، راح نستفادوا من الخبرة تاع الألمان في مجال رفع ومعالجة النفايات، اللي هما على حساب آراء الخبراء هما الأولين في العالم في لاجيستيون دي ديشي. ولعل التحاق هؤلاء الطلبة بهذا التكوين مرتبط بمشاريعهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. المشروع تاعي الشخصي هو مشروع في الكومبوستاج، يوتيليزي الكومبوستاج بور برودويزي دو ليكتريسيتي. مي على حسب شفنا في اللي راهم حاضرين هنايا الشركاء تاع الماستر هذه، المشكل هو في التري سيليكتيف او نيفو دو لا سورس. دونك لازم حنايا دوكا نخدموا على لي بروبليماتيك هذو باش نلقاو لي سوليسيون. مش راني حابه انا ندير دي سونتر دو تري، دونك ديفون فوالا ديفون لي ميزون، فوالا دونك دون شاك ميزون يكون عندهم دي سونتر دو تري، باغ اكزومبل دي بوبيل سبيسيال ان بلاستيك، دي بوبيل سبيسيال ان تكستيل. سي كوم سا كون كومونس، دونك اون با با بارلي دي شوز plus haut, alors que on n'a pas vraiment une bonne base. Donc je crois, comme j'ai vu en étranger des poubelles comme ça, c'était très intéressant. توجه الجامعة الجزائرية اليوم لمثل هذه التخصصات المهنية في التكوين جاء تلبية لمتطلبات السوق الوطنية والدولية، والتي أصبحت محل نقاش دولي.